اختلف الإمام مالك وتلميذه الإمام الشافعي يرحمهما الله تعالى ويغفر لنا. فالإمام مالك يقول إن الرزق يأتي بلا سبب، بل لمجرد التوكل الصحيح على الله سبحانه وتعالى، مستندا لحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أما الشافعي فيخالفه في ذلك فيقول لولا غدوها ورواحها ما رزقت، أي أنه لا بد من السعي. فخرج الإمام الشافعي من عنده وأراد أن يثبت لأستاذه صحة قوله، فخرج من عنده مهموما يفكر. فبينما هو في ذلك وجد رجلا عجوزا يحمل كيسا من التمر وهو ثقيل عليه، فقال له أحمله عنك يا عماه، فأعطاه له فحمله عنه. فلما وصل إلى بيت الرجل أعطاه الرجل بضع تمرات استحسانا منه لما فعله معه. وهنا فرح الشافعي وقال الآن أثبت لأستاذي ما قلته له، وأسرع إلى أستاذه مالك ومعه التمرات ووضعها بين يديه وحكى له ما جرى. وهنا ابتسم الإمام مالك يرحمه الله تعالى وأخذ تمرة ووضعها في فيه وقال له وأنت سقت إلي رزقي الذي قدره الله لي دون تعب مني.